في أول زيارة له إلى إيطاليا في العاشر من شهر حزيران عام 2009، أعلن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أن صفحة جديدة قد فتحت بين بلاده وإيطاليا بعد اعتذار الأخيرة عن ماضيها الاستعماري لبلاده وتقديم التعويضات عن الجرائم التي اقترفت خلال تلك الحقبة، حيث تعهدت له إيطاليا بدفع 5 مليارات دولار تعويضاً لليبيا مقابل قيام القذافي بتلك الزيارة وفتح صفحة جديدة بين البلدين. وقال القذافي بدوره خلال المؤتمر الصحفي أن إيطاليا الآن هي الدولة الاستعمارية السابقة الوحيدة التي يمكن الكف عن انتقاد ماضيها. وقد اصطحب القذافي معه في تلك الزيارة محمد عمر المختار آخر من بقي من أبناء القائد الثوري عمر المختار الملقب بأسد الصحراء والذي حارب ضد الاستعمار الإيطالي. وقد كان محمد يومها رجل مسن، فعندما وصل القذافي إلى إيطاليا جعل رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني ينتظر على أرض المطار بينما يتم مساعدة نجل عمر المختار للنزول من الطائرة، حيث ساعدته مجموعة من رجال الأمن على نزول سلم الطائرة وجلس لاحقا على مقعد متحرك خلال عزف النشيد الوطني، بينما مشى القذافي بكل شموخ وإباء على السجادة الحمراء التي فرشها له الإيطاليين وهو يحمل تحت إبطه الأيسر عصاته السوداء. كما وضع الزعيم الليبي على بدلته العسكرية الرسمية من الجهة اليسرى للصدر صورة كبيرة من الأرشيف يظهر فيها عمر المختار مقيدا بالسلاسل عقب أسره ويحيط به ضباط إيطاليون، الأمر الذي أزعج بعض مضيفيه الإيطاليين الذين اعتبروا هذا التصرف تحدي واضح وإهانة صريحة من القذافي لسيادة دولتهم. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القذافي يومها مع رئيس الوزراء الإيطالي تفاجأ العقيد القذافي بسؤال وجهه له أحد الصحفيين الإيطاليين الموجودين داخل القاعة والذي بدت عليه ملامح الغضب عن سبب وضعه لصورة عمر المختار على بدلته العسكرية بهذا الشكل المستفز وماذا يقصد بهذا الفعل، ليرد عليه القذافي بكل هدوء وثقة قائلا له: لماذا أنت تحمل الصليب على صدرك ولماذا المسيحيون بشكل عام يحملون الصليب على صدورهم؟ أليس لأنكم تعتقدون أن السيد المسيح قد مات بطريقة فظيعة من خلال صلبه وهو حي؟ فنحن المسلمون كذلك نرى أن البطل المجاهد عمر المختار قد مات بطريقة بشعة وأعدم شنقا وليس حتى رميا بالرصاص وهو يقاوم في سبيل حريته وكرامة بلاده واستقلالها ضد غزو بربري همجي جاء من الخارج ليغتصب أرضه، ومن أجل ذلك يستحق منا هذا البطل أن نعلق صورته على صدورنا كما تعلقون أنتم صلبانكم. فهل ترى بأن القذافي استطاع أن ينتقم للمجاهد عمر المختار خلال تلك الزيارة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.